السلام عليكم خوتي اخواتي، كي دايرين؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى يكون تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنجرب معكم واحد الفيديو جديد، شي بغيت نقول لكم خوتي اخواتي، واحد حلوه غادي نديرها اليوم. كما كتشوفوا خوتي اخواتي في المقادير عندنا الباط فيتي، فاني، جوج بيضات، عندنا جوج معالق كبار ديال اللوز بودره، وعندنا الروز بسمتي. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي. هنا خوتي خواتاتي دابا غادي نخوزي الزيتون باش نشحر الروز. غادي ناخد الروز ديالي نخويه باش نقليه مع زيت الزيتون. كنخلو عليه الماء كما كتشوفو في الفيديو هذا، حتى كيتغلب الروز. هاد المقادير ساهلين مالين خوتي خواتاتي. كما كتشوفوا الرز ديالنا هو كيطيب، دابا غادي نقص عليه شويه. ونخلوه يسد عليه، ونخلوه يطيب، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. هنا الرز درتو واحد كيطيب الطريقة الروز ديالو خوتي خواتاتي. كما كتشوفو من بعد ما طاب الروز ديالي هو هذا، أنا درت كاس كبير ديال الروز، غادي نخليه يبرد شوية، نتلاقاو من بعد إن شاء الله باش نحضرو لاصوص الحشوة ديالنا باش نعمرو لاباط فويتي إن شاء الله. خوتي خواتاتي انا هرست البيضه هي درتها هنا، ومن بعد غادي نخوي الروز ديالي هو هذا كما كتشوفوا. بسم الله خوتي خواتاتي، دابا غادي ناخذ الفاني كما كتشوفوا. انا ما خويتش البيض ديريكت مباشره، غادي نهز بالعشق ديالي ونحرك باش ما تكونش هاد الحشوه ديالي جاريه بزاف. كما كتشوفوا هاد لاباط ديالنا ما تكونش جارياش باش تجمع لينا في الباط فويتي. كما كتشوفوا كما كتشوفوا هنا عندنا الباط فويتي، غادي نحلوها. بسم الله هي هادي هنا كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. من بعد كنخو الحشوه ديالنا. بسم الله
واخا انا ما خويش لتحت، ولكن غادي تجي نقرب لها. مباشرة غادي نغلق بعد ما تبرد شوية كما كتشوفوا خوتي، خرجناها من الثلاجة غادي نخلوها تبرد شوية. خوتي من بعد ما خرجتها من الثلاجة دابا غادي نقطعها معكم، غادي نحيدو هادو. بسم الله، كتشوفو خوتي خواتاتي نخدمو بهاد الطريقة. من بعد ما شدينا صفر بيض ودهنتو درت ليه القهوة سريعة الذوبان، ودابا كندهنو بهذه الطريقة. من بعد ما دهناهم درت ليهم البيض صفر البيض وقهوة سريعة الذوبان كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، دابا غنديهم الفور ان شاء الله فرهم. شوفوا خوتي خواتاتي هذا هو الشكل، دخلتهم الفور كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، كما كتشوفوا هذا هو طابو هاني خرجتهم، وبهذه الطريقة تحمروا ما شاء الله وجو مهرمشين. نتلاقاو من بعد ان شاء الله في الشكل النهائي خوتي خواتاتي. خوتي خواتاتي كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الشنيك باللوز والروز كما كتشوفوا، حضرته معكم خوتي خواتاتي، وواحد البريزيتاي كما كتشوفوا. بسم الله، برزت يا بسم الله طعم دم، ونذوق معكم هاد الشنيك بالروز واللوز. بسم الله، ذا بنين ودي مهرمش. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي كما كتشوفوا، شاركت معكم الفيديو ديال اليوم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الى الفيديو ان شاء الله، مع السلامه، الى اللقاء خوتي خواتاتي.